لي 40 قص، حجم الحمامة حلو، صحة الحمام كويسة ما شاء الله. ده غير الأصلي اللي هو اللي بالختم اللي بيتكلف له حوالي 15,000، ده ما حدش يسأل عليه يا جماعة، مش للبيع. اه حتى أولاده مش معروضين للبيع أصلا. تمام، يبقى هو اللي معروض للبيع يا جماعة المجموعة الحمام الشغال دي اللي هيجي لك من القناة، خفض له السعر شوية. طبعا الأسعار بالنسبة للواحد السوبر، انا عشان نكون صادقين يعني مع بعض، الجوز دول انا شاحن لهم بس من الكويت لحد هنا ب 20 دينار، يعني حوالي 2000 جنيه نار، وهو ثمنه هناك حوالي 6 7 دينار، يعني بتكلم في 600 700 جنيه، يعني يبقى الجوز واقف عليا ب 2600 جنيه و 2700 جنيه عشان اجيبه هنا. تمام، ولكن انا عشان غلى الكلفه وانا ما قلتش غاوي يعني، فانا هبيع الجوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من مزرعة الأستاذ هاني الغالي في محافظة دمياط في مدينة الروضة. معانا النهاردة مجموعة حمام سيلفر. الأهالي أصلا جاية من الكويت، البيع مش من الحمام المختوم ولا من إنتاجه. هنبدأ أول دلوقتي، هنشوف إيه، نستعرض كده المكان اللي هو بتاع الأستاذ هاني الغالي. هو عامل سلكات مفتوحة ما شاء الله، ونظام ارضيات، يعني احنا واقفين دلوقتي على الارضيه دي، مرتفعه عن الارض حوالي قد ايه يا استاذ هاني؟ حوالي 70 سم. ارضيه مرتفعه عن الارض حوالي 70 سم. يعني السنه اللي نورتونا يا استاذ مصطفى، ونورتونا في الروضه، ويا رب كده الفيديو اللي يلاقي اعجاب الناس ان شاء الله. رقم موبايلي 010 26 56 56 56. مرحب بك يا استاذ هاني، كل عام وانتم بخير. بمناسبه شهر رمضان، ده فرد سيلفر من الاصل، الحمام اللي هو بالختم، والوقت هنوري لك الختم بتاعه ايه. دارق ده على حصى ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الحجم باين. هو يا جماعه الناس اللي ما تعرفش، اللحم السيلفر هو اكبر من اللحم الابيض شويه، ولا يا استاذ هاني؟ ايوه، هو حجمه اكبر شويه من اللحم الابيض. هنشوف برضو نوري لحضرتك الختم. لحد الان في ناس كتير ما تعرفش غير اللحم الابيض. ده ختم الشركه الفرنسيه اهو، اهو بالرقم السيريال نمبر اهو. ايوه تمام، باين الختم اهو. آه. تمام، ده ختم في الجناح يا جماعه اهوت. الناس اللي يقول لك إيه لحم فرنسي اصلي، الناس اللي بتسال عن البيور ده الاصلي، بس ده مش للبيع طبعا. هو الاستاذ هاني انت بتدبل دبله باسمك ولا حاجه؟ لا لا لا، ما فيش حاجه باسمه ولا حاجه. دي مجرد علامات الدبل دي. طب في يا استاذ هاني اللون ده برضه، معلش عشان الناس تعرف. اللون ده طالع من واحده سيلفر مع لحم احمر زي اللي نايم اللي تحت ده. ده لحم احمر برضه اللي تحت ده، مخدوم برضه في الختمه والرقال. طيب يعني من اللحم ده برضه؟ اه ده اسمه لحم احمر فرنسي. ده عليه ختم الشركه. طب معلش يا استاذ هاني، ما نوري لي الناس الختم بتاعهم. ده يا جماعه الفرد اهو اللحم الاحمر، الناس برضه اللي ما تعرفش، ده بانتاج الشركه الفرنسيه نفسها، مش من انتاجنا خالص ده، ولا من انتاج حتى الكويت. احنا نسينا نقول الاستاذ هاني جايب الحمام ده من الكويت، وهو جاي من الكويت. تمام يا استاذ هاني؟ تمام مظبوط يا استاذ مصطفى. دي اللحم بقى الاحمر بعد تزوجه مع السيلفر يديك اللون ده. يبقى تزوج الاحمر ده مع السيلفر، مع السيلفر جاب لنا الفرد ده. ده من ولاد الاحمر، الفرد الاحمر ده. في ناس كتير قوي بتسال لما بنعمل فيديو بحمام ختم الشركه، في ناس بتفتكر ان التكلفه بسيطه، فبيقولوا ان هم عايزين يجيبوا حمام من الكويت او حمام من فرنسا. طبعا هم مش عارفين التكلفه، فاحنا عايزين حضرتك يعني تقول لهم ايه. لا الموضوع غالي جدا. ايوه، يعني انت عشان تشتري جزء من هناك، عشان يعرف يوصل لحد هنا، يبقى الجزء واقف معاك ب 15,000 باسعار الدينار والارض، يقف ب 15,000. يعني لو جاب بالختم نفسه، بالختم نفسه يقف ب 15,000. يتكلف عليه بشحنه حوالي 15,000 جنيه عشان يجيبه لحد هنا. موضوع الشحن ما بيفتحش في اي وقت يا استاذ. ايوه، ده الابيض اللي فوق برضه المختومه. يا جماعه ده الابيض اللي بختم الشركه، اللي طبق واللي جنبها ده برضه الابيض اللي بختم الشركه. ودي النتايه بتاعته. النتايه بتاعته عامل لها طبعا ارض الدبله الوردي اهو، عشان ايه؟ وطبعا لو مسكناها فوشيه، لو مسكناها نلاقي في الناحيه ختم الشركه، فيها ختم الشركه برضه ما شاء الله. دي اصول الاهالي يا جماعه، فاللي بيجيب فمحدش يطلب ابدا من حد عنده اللي بالختم ده ان يبيع له الحمام ده، لان هو متكلف كتير فمحدش هيبيعه. طيب نروح للاوضه الثانيه يا استاذ هاني، نشوف الحمام اللي هو معروض للبيع. بسم الله ما شاء الله يا استاذ هاني، احنا لسه بنفتح الباب ما شاء الله، الحمام بايض في كل مكان اهو، عشان الناس اللي برضو تسال حمام شغال. الحمام شغال ما شاء الله. انا طبعا بحط ليه 3 بيضات، انا اي بيضه بلاقيها على الارض واحطها في اي تحت اي حمامه وخلاص، يعني ما اي بيضه على الارض اقوم راح جايبها من هنا حاططها مين ما شاء الله. الارض كلها فيها بيضه اهو، بيضه يا جماعه اهوت ما شاء الله، زي النظام اللي شفناه في الكويت، هم بيربوا الحمام كده على رمل.
اظن صحي اكتر يا استاذ هاني. الرمل للحمام. في زغليل وفي هنا بيض برضو. ده يا جماعه المجموعه المعروضه للبيع. حوالي كم قص كده يا استاذ هاني؟ حوالي 20 كل 20 جزء. لا اكتر او 25 جزء. لا ده يمكن 40 ولا حاجه. هنوري الناس برضو البيض في كل مكان يا جماعه على الارض اهو ما شاء الله عشان تعرف ان الحمام شغال. في فايس هناك اهو تمام كده. وفي طبعا بيفقس انت حاطط هنا اربعه استاذ هاني يبقى تابعهم بقى. وفي هنا يا جماعه الناس برضو اللي بتسال الحمام اللحم بيلحم على ايه؟ طبعا ده الاهالي محصيه تاني اهوت مع الزغاليل. وهنا في زغلول اهو ممكن تنقل الزغلول ده مع اللي هم الاربع بيضات دول. تجيب ده مع دول يبقى ايه؟ يبقى هنا اثنين بدل ما ده الواحد. وهنا البيض اهو ما شاء الله البيض في كل مكان. ما شاء الله ان هم حوالي 40 قص. حجم الحمامه حلو، صحه الحمام كويسه ما شاء الله. قبل ما نسال على حته السعر، الحمام ده عمره قد ايه؟ الحمام ده عمره طبعا ممكن سنه. يعني الحمام ده عمره سنه ولا شغال من سنه؟ لا عمره سنه. يعني لما يكون عمره سنه يبقى بنقول مثلا شغال من 6 شهور، لكن مش كله في نفس العمر يعني. يعني من كام لكام؟ يعني احنا بنتكلم في اللي من عمر اللي شغال بقاله 6 شهور، اللي شغال بقاله 7 شهور، اللي شغال بقاله سنه. اكتر حاجه سنة. اكتر حاجه حمام شغال بقاله سنه يا جماعه. تحب تقول سعر مثلا اللي ياخد المجموعه على بعضها نعمل له خصم شويه علشان خاطر اللي هيجي لك من القناه تخفض له السعر شويه. بالنسبه للواحد السوبر انا عشان نكون صادقين يعني مع بعض، الجوز دول انا شحلهم بس من الكويت لحد هنا ب 20 دينار يعني حوالي 2000 جنيه النهار. هو ثمنه هناك حوالي 6 7 دينار يعني بتتكلم في 600 700 جنيه، يعني يبقى الجوز واقف عليا ب 2600 جنيه او 2700 جنيه عشان اجيبه هنا تمام. ولكن انا عشان غلى الكلفه وانا ما قلتش غاوي يعني، فانا هبيع الجوز اللي هيجي يشتروهم على بعض او يشتري حتى مجموعه، هبيع الجوز مثلا ب 650 ولا 600 جنيه تمام. فما فيش وجه مقارنه بينهم وبين الحمام لحم الابيض. يعني اللحم بينه وبين اللحم الابيض ما فيش وجه مقارنه بينهم. ده انتاجه اكتر اسرع انتاجه اكتر ومناعته اعلى. ايوه اسرع في الانتاج ومناعه اعلى من الابيض. يعني لو ان اللي ياخد السيلفر لازم يساعد مع الاهالي في تاكيل الزغاليل. ليه؟ لان هم دوره الانتاج بتاعتهم سريعه، هم عايزين اول اسرع بتبيض اسرع. فانت لازم تساعد في الزغاليل لو انت عايز الزغاليل تبقى حجم احسن وكده، لازم تساعد بره مع تزود موضوع انا شايف عندك بره المطحنه بتاعت الميكس جايبها. أيوة. بطحن بها وعندي دمر فقاسه يعني برضه بتساعد بتساعد. طيب لكن السعر 600 اقل حاجه. اقل حاجه مش هقدر ابيع لان اللي اساسا شاروهم ب 2600 يعني سعر النهارده عشان تجيبهم من الكويت ب 2600. فانا ببيعه لك ببيع للناس بالسعر اللي هو هناك يعني انا بوفر عليك الشحن اصلا. ده غير الاصلي اللي هو اللي بالختم اللي بيتكلف له حوالي 15000. ده ما حدش يسال عليه يا جماعه مش للبيع. حتى اولاده حتى اولادهم اللي هم التانيين دول او هم دول ما مش معروضين للبيع اصلا. تمام يبقى هو اللي معروض للبيع يا جماعه المجموعه الحمام الشغال دي. دي المجموعه كلها اللي هي المعروضه للبيع. طب يا استاذ هاني اللي يجي من القناه تكرمه شويه. انا شايف بيض وشايف زغاليل صغيره، الزغاليل الكبيره انت بعتها ولا فين الزغاليل الكبيره؟ لا وانا ولادي بفتح لهم اللي هو زي اول ما الزغاليل تكبر وبروح لها كده. نكون خلصنا موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.